السلام عليكم ورحمه الله تعالى. اليوم معنا الاخ عادل والاخوان ديالو. بغينا الاخ عادل تعطينا فكره على المؤسسه وشنو تيدور في المؤسسه. السلام عليكم. انا ماشي جيت باش زعما نقول لكم عاونوني ولا ديروا لي ولا فعلوا لي. حنايا اصلا حنا راه في الله عايشين، راه ملي نحلينا عينينا حنا كنرقاو راسنا لا ولي لا تالي لا حنين لا رحم. عندنا الله، حنا عندنا الله سبحانه وتعالى. ولاني واحد المده كنا حنا في واحد المركز اللي هي فونداسيون غيتا زنيبر، كنا في واحد تنمدة 17 عام، كاين اللي خرج 16 عام، كاين اللي خرج 13 عام كاع، وكاين اللي ماتوا كاع وهما صغار. علاش؟ لحقاش كيخرجوا الشارع كيتعرضوا للشارع، كيسحب لهم الشارع شي حاجه هو ما عندوش بزاف. مازال انت يا راه عندك امك وباك، انت راه خرجتي سيمانه تقلب عليه. هادو ترى خرجوا، راه كاين راه الله لا حول ولا قوه الا بالله العظيم، راه كاين اللي ضارب 7 سنين 6 سنين 8 سنين الزنقه، كاين اللي ضارب حتى 13 عام، وراه كيجمعها هيرفون. هذا راه كيجمعها هيرفون، هذاك المده راه كيجمعها هيرفون. وحنا نعطيوكم جوج حلول، حنا راه ما بغيناش نكثروا. انا كنشكر هادو اللي يشوفوا هذا الفيديو، واللي عندهم بعدا القلب الحنين، واللي عنده اللي يفتتح القلب ولا لا يحس بالقلب. انا نعطيكم جوج هضرات، حنا ما بغينا والو، حنا بغينا الحل، حنا بغينا الحل. لا ما عطيتوناش الحل يقتلونا وعدمونا وشرسمونا، ولا نديروا الحل لراسنا. وهذا الشيء اللي كنطلبوا، وهذا الشيء هذا انا وهذا الشيء هذا انا راه باغي من جلاله الملك الا كان كيشوف هذا الفيديو هذا، وراه كيشوفه وكيدير الطمع. وعاش الملك. خويا المستوى الدراسي ديالك شنو؟ انا المستوى الدراسي نيفو باك، نيفو باك، ولاني دماغي باغي نقرا، ماشي ما باغيش نقرا، ولاني ظروف، راك عارفين ظروف كي دايره. مازال انت ما عندك لا امك لا باك لا حنين. انا راه ملي كنت كنقرا راه كنت كنعش الزنقه، كنوض مع 4 الصباح، كنوض مع 4 الصباح باش نمشي نشوف القمومه باش نحشي ونمشي نقرا. والناس شافوا معايا، ولاني واخا كاينين الناس اللي ما كيرحموكش في هذا المجتمع، الناس حقاره، الناس كاين هنا منافقين. الناس راه واخا كيبين لك الضحكه وكتقول له عاملني باش نمشي نقرا ولا شي لعبه، راه الله يسهل راه كيعطي لك من هنا كيعطي لك. هو ما عطاش. سمعت في واحد الفيديو سابقا دفعتي شي كونكور وقع لي واحد المشكل مع يوسف الزروالي. ماشي هذاك الانسان راكو شفتوا العاقبه ديالو، ربي راه خرجها فيه. هو كيدير لهم الطلاميس، عاش الملك عاش الشعب، هو راه كيما يخلف عباد الله وكيدي الفي، راني ربي راه خرجها فيه. واني حنا راه انا مسامح له يا انا بعدا، راه لما امرت لما قدرتيش البنادم الظروف ديالو راك ماشي مسلم. حنا راه كاملين حنا كنتحدوا، راه خبزه وحده، راه شي بعد مرات بنادم ما كيتعشى ما تلعب كنفرقها معاه، واخا ناكل غير الربع ونشبع. شنو وقع لك اخويا؟ وشنو وقع لك بالنسبه للكونكور اللي قلتي دفعتي؟ الكونكور المخازنيه راه البلاد كاملين عارفين، الا ما كانتش عندك الجيب ولا شي واحد وجيب شي واحد كيعرفك ولا باك كولونير ولا باك بوليس ولا كان بولي ولا كانت عندك الفلوس، راه ما يشوفش من حالك. علاش؟ حيت انت يا ولد الشعب، واخا حنا اللي خصنا حنا الحق الاولويه بالنسبه للمعيشه داخل المؤسسه. بالنسبه حيت صرحوا بعض الاخوان ديالكم قالك حنا تنتعرضوا للجوع وما تنجيبوا لنا كل حنا تعرضنا للتصرف هذه 7 سنين وحنا في الزنقه. ما يعطيك لا تاكل لا تشرب، قليل كاين الناس واحد قليل فين اللي كيجي كيلوح لك شي 100 درهم ولا 10 دراهم ولا قليل، ولكن حنا ما بغيناش اللي يعطي، حنا بغينا اللي يجي عندنا برجلو يعطينا ويكرينا ويخدمنا. هادشي حنا بغينا الدوله دير هادشي، ما بغيناش ما كنتمناوش اللي عطينا. حنا خاصنا شي دار اللي نسكنوا فيها، هما اللي كرا الكرا شحال قدني ما نكري شحال قدني. وهادشي بغيتو يوصل جلاله الملك، وكنشكر انا جلاله الملك بغيتو هادشي اللي يوصلوا، والتحيه وكنشكر المحسنين حتى هما، والاستاذه سيهان بن مسعود حتى هي هي اللي واقفه معنا الله يجازيها. دابا واحد انا سير. السلام عليكم. بعدا قدم لنا الاسم ديالك. السلام عليكم، انا سميتي وادي الزاكي، وشكرا على هذا الفيديو اللي انت حاضر فيه، والدراري خوتي اللي واقفين معايا حتى هما. بالنسبه لنتوما كتشوفوا هذه الحالات الشتا اللي فيها حنايا، واخا هكا راه ربي اللي عالم، وحنا راه الزنقه وما كاينش اللي تيحس،
وانتم كما كتشوفوا هذه الحالات الشارة دابا حنايا في الزنقه ما كاينش اللي تيشوفوا هذه راه شي 7 سنين وحنا في الشارع وتاخوتي كاملين وما راه عارفين شنو كاين باش ماشي راه ربي اللي كلشي تيشوف اخو لاصه عام شنو دابا حنا دابا حنا شنو بغينا بغينا حنايا اللي جمعنا واللي شفنا شي خدمه اللي نتكونوا ونجمعوا راسنا حتى حنايا ماشي واحد اخر تيخدم ولا كاع حشيونا كاع غير شي نظافه كاع نستروا راسنا ماشي واحد اخر خدام واحد اخر راه مسكين ما كيشوفوش من حاله هو واحد خونا مات مؤخرا وما كانش اللي تيشوف هو دابا هما الناس داروا عينو عيني وما شافتش حيت علاش حيت دابا واحد اخر تيموت لا قتلي لا قتلي راه كلشي تيدير عينو ماشي غير هو ماشي غير هو عندنا سعيد الله يرحمه عاش معنا في الزنقه سعيد الله يرحمه عاش معنا في الزنقه مرات السمن سما ماتو شي وحده بغات تزرب في راجلها وسما ماتو هذيك ماشي خدمه هذيك علاش دي سمم فول دخليه كينعس في الزنقه ما عنده لا تالي لا والي لا عنده الله هيا سمم ماتو لا غدي صبح ميت والله ما عقلت عليه حتى الاداره ديالنا والمؤسسه قالت ما بقاش ولدنا غير حنا اللي مشينا خدناه من سميتو من لامور من سميتو لامور ديال فين كيدفن محمد الخامس الثلاجه لامور اللي دفناه بيدينا دفناه وما هاد الاداره وكاين شي ناس محتملين اللي عاوننا باش دفناه وكاين الناس المحتملين دابا خونا عمر شكون وقع وعاش الملك انا بغيت هاد الفيديو يوصل لسيدنا بغيت هاد الفيديو يوصل لسيدنا الله ينسى وبالنسبه للاخوان ديالكم صرحنا على واحد كما قلت لهم الاخ وديع قلت له بالنسبه للدراري اللي تيخرجوا في الحلق ديالهم زعما بحال البنات قال لك اودي كانت المربيات كانوا تيتعراو قدامنا وكانوا تيشطحوا لنا هادشي باش انسبيراو منهم الدراري ديك الفكره ديال اللهجه ديال البنات المربيات عاوتاني هما اللي خلاوهم هكايا حيت هما موربيات كون ما كانوش وكانوا رجال الدراري كلشي يطلع ماشي على رجال اسلي موربيات كون كانت ضرب كون كانت موربيه رباتهم التربيه ديال الرجاله ما تجيش تقتل حياه ولا حقيقيه ما تجيش تقول لك سبن ما تجيش تقول لك خصنا الماعن هو باقي صغير من الصغر كتعلم هكا كتعلم هذاك الروتي في البنات وكان علماته في الاولى التربيه ديال الرجال يطلع حتى هو راجل هاد هاد المدى خصنا نوصلوها الناس كاملين ماشي ولاد خيريه بنتي ولاد خيريه تربوا هكا كاين اللي تربى راجل طلع راجل كاين اللي تربى مع مربيه طلع بنت وحنا حفظنا سيدي ربي ملي خرجنا من تما باش ما نخرجوش حتى حنا البنتين وبقينا هكا حنا خرجنا حنا نخرجوا العالم كيعرفنا حنا دابا اش كنشوفوا في الزنقه شحال من واحد تيقول لي تيلقانا في الزنقه كيقول لنا راه انتم ولاد خوتكم بنتي قلت له حفظنا الله ملي خرجنا اي ملي حفظنا الله انت شوفي كنعسوا في الشارع في الشارع ما كاينش حنا شحال قدنا ما نعسوا في الزنقه حتى حنا غادي واحد الوقت وغنموتوا تجاز واحد بقات موت وحنايا راه اش وحدي من هذاك النوع دابا اخوتي الكلمه الاخيره فين بغيتوا توصلوها انا بغيت نزلات الملك انا هو اللي بغيت يوصل هذا الفيديو عطيه الكلمه وخليه كلمه كنتوصل بهذا الفيديو هذا ان شاء الله كنتمنى يوصل الملك سيدنا نصر الله الجلالات محمد السادس وكنتمنى يشوفوا حتى العمل اللي واقفين معاه غير هذا وكنتمنى حتى الرئيس الحكومه هو هذا زيزو ما كيسمع شكون اللي غيدي على هذا دابا هذا الا مات شكون اللي غيعاونو هو زيزو ما كيسمعش فين ما مشينا كيمشي معانا فين ما كيجلس كيجلس معانا فين ما كنمشي كياكل معانا كلشي هاي سرات له لاباره دار شي 6 المليون ولا 5 المليون فين سرقوها له والله ما عطاوها له قالوا بينوا له بان شرينا لك وهذا وما كاين لا لاباره لا والو هاي تسرداتو في الزنقه يا لاحته نقدروا ناخذوا الكلمه من عند الاخ شي كلمه بغيتي توصلها انا بغيت نوصل غير للمالك سيدنا الله ينصره هو اللي في يديه القرار لحقاش هو اللي كيعاون هو اللي محتاجينه هذا الوقت هذا اللي كنعيشوه حنايا شي كلمه اخيره اخويا انا كنصر سيدنا جلاله الملك الله يحفظه وينصره ويخليه والله يخليه لنا هو اللي خاصو يشوف لنا هذا الفيديو فين عايشين وفين شنو كنديروا شنو الا بغيتي تحط الرابط ديالك النمره ديال الرابط ديالك الا عندك شي نمره ولا عندكم شي نمره انا نمرتي رضوان ناصر رضوان ناصر 06 14 52 52 35 06 14 52 52 35 نعطيو كلمه للملك نتمنى هذا الفيديو يوصل من الملك وجلالات اللي كيسمعوه وكنتمنى حتى من الحكومه اللي دايره جنابو حتى هي تسمع هذا الشيء ماشي يدير عيني وما شافتش حيت هذا الشيء راه بزاف راه كلشي ولا تيكتا دابا غدا ولا بعدا هو واحد مات فينا دابا غدا الاخر تسمعوا حتى هو راه ما نعرفش شنو يطرى له حيت هذه راه هي الدنيا هذه راه ما كيرحمش هذا المجتمع ودابا كنتمنوا هذا الفيديو يوصل كلشي وانا سميتي وديع زاك وديع كنت تهضروا
يمكن لك تهضر حتى وهذه المره اللي غنتوصلكم وهذه المره اللي غنتوصلكم 06 88 23 0 6 88 70 23 89. السلام عليكم بسم الله الاخرين. انا خليت من اتاريت الزناب انت مع خدمنا تاع طنجه مع خدمنا بات ديال اوروبا وهذني المؤسسه ما بغات تعطيو لها لاكات ما بغات تعطيني لاكات ما بغات ترجم له الهضره اللي فيه اكرام عمري قال لك مشى كان في مؤسسه غيتا زنيبر مشى مسلسين عند شي ناس في طنجه واحد الناس تفلاو عليه قالوا له غنصيبوا لك اوراقك اجي عندنا نصيبوا لك اوراقك وندي سيبك اوراق ونديوك اوروبا فاس رجع المؤسسة فاس مشى عند دوك الناس خدا 30000 ريال من عند يربيع عطاو له شي دوك الناس عطاو 30 مشى قبض كار ديال طنجة ومشى لعندهم حيدوا له ديك 30 دوك الناس قالوا نصيبوا لك بها اوراقك كانوا دوك الناس غايصيبوا الوراق ما يحيدوش ديك 30 من جيبو من عندهم مشاو حيدوا له 30 وتفلاو عليه وزراو عليه فاس رجع اكرم الزنيبر قالت له والله لا دخلتي من تما هو في الزنقه 7 سنين حتى هو ما دار والو راه يدير قيدي لي النمره النمره تفات 7 07 89 140 140 اكرم كيطلب المساعده حتى اكرم كيطلب المساعده كما تشوفوا الاخوان حتى هما عسل مالي عسل مالي واخا خوتي وبغينا نفسروا واحد النقطه المعامله داخل المؤسسه ماشي هي المعامله اللي على برا المعامله ديال المؤسسات تكونوا عايشين بين اسوار ما تعرفوش العالم الخارجي ولكن ملي توصلوا للطرد راك تخرجوا كانكم جايين من عالم اخر كانت عندها واحد ديال الداخل المعامله ديال الداخل بس كنا حنا باقيين صغار اما كنا كنعرفوا والو وتا السوسي اللي قريب حدا ما كناش كنعرفوا وتا كنا كنعرفوا غير بالكار من المدرسه للمؤسسه وباش يجيبك اول مره خرجنا من المؤسسه خرجنا دايخين ما عرفنا والو في ما كيطيح الظلام كنتجمعوا كنعسوا طاح وجع عروس طاح في سيدي بابا طاح وما كنبغيوش شي ناس يقولوا لنا حنا ولاد انا كنكره ديك السميه ديال ولاد خير دابا يحسبني عادي ولد الزنقه وما يقول لي سود الخيريه كتجيني القنط كتجيني الازمه باش يقول لي انت ولد الخيريه ما عندك لا امك لا باك انا كتجيني القهره باش يقول لي ديك الهضره كتجيني القهره باش يقول انت راه ما عندك لا ام لا اب انت راك يا ولد الخيريه كيقرهني ودابا بغيت نسولك حاليا دابا فين تتنعسوا وفين شارع الزرهونيات جيت تنعسوا في المارشي وتنعسوا كل مره في مطاح الظلام تنعسوا مره في الطابيه مره في مشعرس مره في المارشي ديال جديد ومره كتجيب لنا شي شانطي كنعسوا فيها وماشي غير هذا المارشي ماشي غير هذا المارشي كاينين حتى في الزرهونيه في الويفاق في مشعرس كاميليا حنا مشتتين كي الزرع قول لي فيما جا فيما جا بالليل كنعسوا فيما جا ملي خرجنا ما عطاونا لا شي حاجه باش نقادوا راسنا ولا شي حاجه اللي توقفنا كون كانت المؤسسه عطاتنا التعويض كون راه حنا وصلنا حتى ما عطاونا والو خرجونا عاد وسمعنا واحد النقطه بالانسان النزيل ما تيبغيوش يبوحوا له بالسر ديال الوالدين ديالو او لا منع هذه والله الا مشيت سولت عليها في قضاء الاسره قلنا امسينا قالوا مشيت عند سميتها لا ابتسام في قضاء الاسره قلت لها اعطيني السميه دمي ودبا بالكذوب قلت لها اعطيني السميه دبا دمي ودبا اي عندي لاكارت ديالي ولكن انا ما متيقش انا ما متيق كاتبين لي عاتقه او عبد القادر انا ما متيقهمش حيت حا من واحد خونا وتعرض لهاد الاسماء ومشى سول اوجيجي والاماتي كيذبوا كينصبوا باش ياخذوا الفلوس موراه ساعه هي ماشي محققيه انا اللي كنتاكد بغيت انا نلقى امي حقيقيه انا مسامح لها ما نكرهاش انا مسامح لها ولكن تجي تشوفني فين عايش وفين هذا تشوفنا فين عايشين وصافي حنا ما تنطلبوا حتى حاجه ويا الزنيبر كون كنت هي كون كنت مسلمه حقيقيه كون عطاتي المعلومات ديالنا هاد الام اي واحد تتقول له اي واحد تتقول له عطيني السميه دمي ودبا الا عطيتي عندك الحبس المربيات ديالنا ما بغاوش يقولوا لنا فين ما ودنا هو كانت قلبها زوين كون عاونات بعدا عاوناتنا حنا اللي خرجنا توقفنا في شي عسكريه قالك عندها فلوس هي ما نساوش خيره كانت وكلاتنا وسرباتنا ولكن تكمل على خير ما ترميناش الزنقه ما ترميناش عندها فلوس يكون وطفاتنا في شي عسكر دابا مشكله وطفات خوتنا كبار وحنا خلاتنا شوف فين ملاوحين يا لا دابا واش هادي زعما الخلي كتقول كتزيد لقدام وهادي كتاخذي على ضرنا فلوس من ناحيه اش ما نكذبش انا دابا حنايا يكون وطفاتنا هادشي عسكر الحمد لله ونشكره ولكن حنا ملي خرجنا لقينا راسنا ضيخه بينات الدنيا فينا نمشيو فينا نجيب يا لا
وراه ربي اللي عالم. وتلاقاتنا واحد المربيه كانت خدامه في هذا الزنيبر، كانت خدامه في هذا الزنيبر مربيه، وماشي غير معزول شي مربيات، وما شحال من واحد خرج وسال عليه سيدي ربي تزوج بالمربيات ديالنا اللي كانوا معانا. قالوا لنا حضيرو يوسف، اما فاش كانوا في مؤسسه كان ما كيخليوناش نهضروا، كانوا شي خمسه السيرويات كيديروا منا في الماكله، حنا فاش ناكلوا ديك الماكله ما كنحسوش الناس شنو في وسطها. اي كنمشيو كنتغداو نساليو كنمشيو نعسو بحال اللي تيكلخوكم بحال اللي كيكلخونا. وعندنا كانت عندنا هضره وحده، كانت عندنا هضره وحده فاش هادي سبع سنين وانا في الزنقه عاد وليت تنعرف الناس وعاد تعرفت مع الناس وعاد وليت تنعرف شنو نقول وشنو ما نقولش وجهو مع المجتمع. حيت ملي كنا فاش خرجنا كنا هضره وحده، ملي كنا من الاخر من الداخل في لانكس في هذه المؤسسه، ملي كنا الداخل حنا عقلنا ضايخ شنو هي كلشي نفس مربينكم على فكره وحده. فكره وحده على بنادم، شي بنادم تيهضر مع هذاك اللي براني تيقول كيفاش هاد الهضره عنده وحنا شو كيعندنا علاش، وما كنخونا بالدواء وكنمشيو نعسو. هي من ناحية صراحة الله عزكم ما دارونا شاد دوايات هادو، كنت احنا نضرب حنا بحال ايوانا، ولكن احنا دابا البراني تياخذ واحد الفكرة في شكل علينا احنا، تيقول كيفاش هادو تيهضرو في شكل وحنا هي في شكل وتبقى عليك. ولا باش كلشي يتواجد في الفيديو هذا كنتمنى يوصل كلشي ويسمعو، راه ما تنخاف من حد، والعالم اللي بغى يوصل يوصل ديك الساعة. لا تهضر على حقك ما كاينش توصل، ثم توصلوا الصوت ديالكم اعلى سلطه هو محمد السادس. حيت حنا سيدنا انا كنوصل الفيديو اللي درنا كنوصل سيدنا جلاله الملك، جلاله الملك كنصلوا هذا الفيديو والحموشي حتى هو وتمسنين الزنقه والساله راه تيقولها الفم وسير قول اللي عنده والدين يمشي نعسينا والله لا. حيت حنا علاش جربنا وطبنا في هذه الزنقه ما صافي شربناها مدرسة حنا قرينا فيها الله يخطي علينا الاستاذ ربي اللي عاون وتهاد الاستاذ اللي تيهضروا عليها هاد الاستاذ وكيله سيام الله يكثر خيرها والله ينصرها في هاد النظر هاد المطار حتى هي ماشي صغيره هي عندها فين تزيد تعاون هي عندها ولكن عيات ماشي عيات ولكن بغات اللي يزيد يعاونها بغات سي محسنين بغات حتى هي راه بزاف عليها بوحده تعاوننا بزاف عليها شي اسماعيل الرايس تا هو مسكين رايس تجي وهادشي كنوجه للمحسنين باش يعاود يعاونوا السادة سيهان ويعاونونا انا انا عاودها ونعاودها مرتي عندكم في الساسه 06 14 52 35 36 06 14 52 35 35. والكلمه الاخيره هي الله الله الوطن المالك وعاش المالك وكنصر هاد سيدنا المالك الله ينصر.